شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في منتدى وزراء الثقافة الذي أقيم على هامش الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من وزراء ومسؤولي قطاعات الثقافة في أكثر من 140 بلدا وتواجد ممثلي منظمات دولية معنية بالعمل الثقافي في العالم. وقالت معاليها إن البحرين تسعى لتأسيس بنى تحتية ثقافية تمكنها من تحقيق العديد من المنجزات وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن تسجيل طريق اللؤلؤ على قائمة التراث العالمي الإنساني يعد نموذجا عالميا للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل، حيث تم تقديم الموقع كمثال وطني وعالمي لكيفية إحياء المناطق التاريخية ورفع مستوى الوعي الوطني بالثروات الحضارية التي تنفرد بها المنطقة وتشجيع استثمار المكتسبات الحضارية. وأكدت معاليها أن مشروع موقع طريق اللؤلؤ ساهم في تعزيز البنية التحتية في مدينة المحرق وارتقى بالأحياء المحيطة به عبر توفير فرص جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن المشروع أنعش الممارسات الاجتماعية والاقتصادية وعزز أدوار الحرفيين والصناعات التقليدية في المدينة. ويناقش منتدى وزراء الثقافة وضع الثقافة في السياسات الحكومية العامة حول العالم وتأثير العمل الثقافي على التنمية المستدامة، ويشكل هذا المنتدى فرصة لتحقيق تقدم في دور الثقافة في التنمية. على الدوام البحرين تكرس هذا الحضور تبني المبادرات التي تطلقها اليونسكو، وفي هذا الاجتماع التركيز على الاستثمار في الثقافة وعلى ربط السياحة الثقافية ومردودها الاقتصادي على نمو الدول وعلى الاستدامة. حديثنا هذا اليوم حول هذا الموضوع، حول الاستدامة، حول الثقافة كرافعة للاقتصاد الوطني. هناك دائما استراتيجية واضحة لإدراج مواقع أكثر في قائمة تراث الإنسان العالمي لكي تصبح أصغر رقعة جغرافية بأكثر مواقع مدرجة في قائمة تراث الإنسان العالمي. تم تسجيل لحد الآن 3 مواقع وهي تعتبر كثافة في منطقة جغرافية صغيرة، وهناك موقعين مؤهلين أو 3 مواقع بالأحرى نأمل بإدراجها في لائحة تراث الإنسان العالمي. هذا بالطبع يزيد من فرص البحرين لاستقطاب سياحة نوعية. السياحة الثقافية هي التي يسعى العالم الآن لاستقطابها، لذلك دائما نركز على مضمون الثقافة لترويج للبلدان ومن أهمها البحرين بالنسبة لنا.